أرجو من الطلاب قراءته أيضا. لي جدة ترأف بي أحن علي من أبي، وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي. إن غضب الأهل علي كلهم لم تغضبي، مشى أبي يوما إلي مشية المؤدب. غضبان قد هدد بالضرب وإن لم يضربي، فلم أجد لي منه غير جدتي من مهرب. فجعلتني خلفها أنجو بها وأختبي، وهي تقول لأبي بلهجة المؤنب: ويح له ويح لهذا الولد المعذب، ألم تكن تصنع ما يصنع إذ كنت صبي. بداية أبطال نتعرف على الشاعر. هو أحمد شوقي، شاعر مصري لقب بأمير الشعراء، ولد عام 1868، ويعد أول من كتب المسرحيات الشعرية، كتب حكايات شعرية للأطفال، وأيضا له ديوان اسمه ديوان الشوقيات، وتوفي عام 1932. نبدأ مع بعض الخرائط الذهنية للدرس. أولا اسم الشاعر في هذا الدرس، أحسنتم، الشاعر أحمد شوقي. عنوان النص، أحسنتم، الجدة. مصدر النص، أحسنتم، ديوان الشوقيات للشاعر أحمد شوقي. وأما الحرف الأخير، انتبهوا للحرف الأخير من حرف الباء، أحسنتم. عدد الأبيات 10 أبيات، أحسنتم. ونمي لغتي، آتي من القصيدة ضد الكلمات الآتية. الكلمة الأولى ضد، أي عكس الكلمات، أقصى. ما الكلمة التي تكون، أحسنتم، ضد هذه الكلمة؟ أحنا، القسوة عكس الحنية. كلمة أظهر عكسها، أحسنتم، أختبي، أحسنتم، موجودة في النص. والكلمة الثالثة رضا، أحسنتم يا أبطال. غضب الأهل عكس يرضى الأهل، أهلك. الهلاك، معنى كلمة الهلاك من يأتي بالكلمة التي تدل على الضد لهذه الكلمة، أحسن. الهلاك عكسها النجاة، فأهلك مع عكسها أنجو، أحسنتم يا أبطال. نكمل. أضع في المكان الخالي كلمة من كلمات النص أو من مرادفاتها، أي نأتي بكلمة من النص أو بكلمة تكون مرادف لها. لي جدة نقط علي، أحسنتم، تعطفوا علي أكثر من أبي، وهي تذهب مذهبي في كل ما يبعث السرور في قلبي. إذا غضب الأهل علي فكلهم، فهي لا، أحسنتم، تغضب. نكمل. غضب مرة أبي، غضب مرة أبي علي نقط بالضرب، وهددني بالضرب، فلم أجد من مهرب غير جدتي أحتمي بها، أحسنتم. والآن يا أبطال نجيب عن بعض الأسئلة. ما الصفات التي تتحلى بها الجدة؟ أحسنتم، الجد أو الجدة تحلونا بصفات، منها العطف والحنان والحلم. السؤال الثاني، ما المكان الذي احتمى به الحفيد؟ أحسن، والحفيد هو ابن الابن. أنجو بها واختبي جعلتني خلفها، أحسنتم، أي خلف جدته، أحسنتم. لماذا تساند الجدة حفيدها في كل ما يفعله؟ هذا دليل على إيه؟ أحسنتم يا أبطال، دليل على العطف والحب والحنان، ودليل على أنها من باب من أبواب الرحمة بالحفيد، لشدة حبها له وتعلقها به. السؤال الثالث، كيف خاطبت الجدة ابنها وليس الحفيد؟ أحسنتم، كانت تخاطب ابنها بلهجة الموبخي، أحسنت، بالأسلوب التوبيخ. ما البديل الذي اقترحه لتوعية الابن وتأديبه؟ عندما تكون أنت في موضع الأب ووجدت ابنك
فعل ما يفعل، ما الطريق؟ هل تقوم بضربه أو بتعنيفه؟ أحسنت. النصح والإرشاد والحوار والمناقشة، أحسنتم. كلها طرق تربوية الغرض منها الوصول إلى أفضل حل، الحوار والتفاهم والمناقشة وأيضا النصح والإرشاد. أحسنتم يا أبطال. ماذا يصنع الأب عندما كان في صغره؟ أحسنتم، مثلما يفعل ابنه أي الحفيد بالنسبة إلى الجدة، مثلما يصنع ابنه الآن. أتذوق. أبحث في النص عن البيت الذي يبين كيف لجأ الطفل إلى جدته لتجنب غضب أبي. أحسنتم، فجعلتني خلفها أنجو بها وأختبي. أخيرا أختار من النص بيتا أعجبني وأبين سبب إعجابي. وهذا النص أو هذا السؤال يكون متروكا للطلاب بشرط أن يذكر الطالب لماذا. يعني عندما يكون النص في التذوق أو اختيار بيت للتذوق، فكل طالب يكون اختياره حسب ما يحب من البيت أو ما يتذوقه من بيت، ولكن يذكر السبب. هنا أختار البيت الأول، لي جدة ترأف بي أحن علي من أبي، فهو يبين عطف الجدة وحنانها على الحفيد. وفي النهاية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم جميعا من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.